السلام عليكم ورحمة الله. احنا دلوقتي في منطقة أوسيك، عندنا فيلا هنا للإيجار، بالضبط 5 دقايق من المطار. طبعا فخمة جدا، الفيلا جديدة بالكامل، الفرش كامل جديد. طبعا هنا ممكن يتعمل جلسة أو ناس تقعد، ولو عشاق خصوصية يعني زيادة يبقى هنا نقعد نعمل قعدة بسيطة كده إن شاء الله. وانتظرونا إن شاء الله التصوير الداخلي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الفيلا لسه متجهزة جديد، كل شيء جديد. فعندنا هنا المطبخ كامل كامل جاهز بالكامل، كل شيء جديد. اوكي، طبعا عندنا هنا الصالة، بسم الله ما شاء الله، روعة روعة. عندنا هنا دي غرفة كده جلسة، بسم الله ما شاء الله. هنا دي غرفة نوم، طبعا هنا الحمام نظيف كامل، ربنا يسهل. انتظر تغطية الدور اللي فوق، بسم الله. عندنا هنا الجلسة الخارجية، الصالة دي مع التراس. عندنا هنا غرفة ماستر، طبعا لسه هيجي المرتبة يعني، حمام طبعا خاص. وهنا غرفة تانية أطفال أفراد أيا كان، حمام. والغرفة التالتة، فأصبح عندنا هنا ان توتال الفيلا 3 غرف، حمامين وغرفة ماستر، صالتين، تراس، والجلسة الخارجية. طبعا زي ما قلت لحضراتكم، احنا عندنا هنا جهاز الانذار، امان كامل مع شركة امن، الله المستعان. نسأل الله يبارك لهم ويوسع رزق ان شاء الله. منتظرين اتصالاتكم، اي استفسار احنا مع حضراتكم. شكرا.